ومن القاهرة معنا عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة والمتحدث باسمها. أستاذ عدنان أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وفي الأخبار ليلى. نبدأ مع الاستهداف الذي حصل اليوم لعناصر World Central Kitchen ويعني إلى حد ما اعتذار إسرائيل عن هذا الموضوع رغم أنه حتى ما زالت التحقيقات مستمرة. ماذا يفهم من هذا الموضوع بالمقارنة مع كثير من الحوادث السابقة التي استهدفت عمال إغاثة كانوا يقومون بمهمة وهم يرتدون لباسا يظهر بشكل واضح أنهم ضمن مهمتهم؟ نعم يعني هذا صحيح، نحن نقدم للجانب الإسرائيلي يوميا مرتين صباحا ومساء إحداثيات مراكز ومؤسسات الأونروا، والعربات عندما تتحرك يجب أن تتحرك بمعرفة الجانب الإسرائيلي. ورغم ذلك 160 مدرسة ومركز للأونروا أصيبت بأضرار إما جسيمة أو متوسطة باستهداف مباشر أو غير مباشر. هناك 176 موظف أممي يتبعون الأونر وقتلوا حتى الآن، وهذا الرقم مرشح يعني لأن يتزايد بصورة كبيرة. يعني رأينا ردود الفعل مختلفة فعلا، كيف أن إسرائيل تخرج وتعتذر حتى قبل انتهاء التحقيق. يعني بالمناسبة وهذا شيء غريب، يعني لا يوجد تحقيق حتى الآن، ولكنهم قالوا نحن الذين قمنا بكل هذا العمل. ولكن في النهاية ما حدث هو مأساة كبرى. هؤلاء أناس فعلا جاءوا تقديم وجبات، يقدمون وجبات للفلسطينيين سواء في شمال قطاع غزة أو في جنوب قطاع غزة. بالمناسبة هذه المنظمة يعني يفضلها الجيش الإسرائيلي، يعني يمنع الأونروا ويقول بأنه يريد أن يتعامل مع منظمة أو مع المطبخ المركزي العالمي وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى ويريد أن يستثني الأونروا. ورغم ذلك غزة هي بيئة خطيرة للغاية وبالذات لموظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الذين يتبعون منظمات غير حكومية مثل المطبخ المركزي العالمي. وهذه هي في النهاية يعني هذه بالفعل هي كانت إسرائيل دائما ما تعرب عن قبولها لWorld Central Kitchen، وبنفس الوقت الآن هذه المنظمة علقت عملها بعد هذا الاستهداف. بنقطة ثانية أستاذ عدنان، نسأل عن هل لديكم أي معطيات جديدة حول مستشفى الشفاء، حول الجثث التي ما زالت هناك، حول يعني الوضع بشكل عام فيه من بعد خروج القوات الإسرائيلية منه؟ بصراحة لا أحد يعرف حتى الآن، يعني كل المشاهدات وكل الذين ذهبوا إلى مستشفى الشفاء لا أحد يعرف عدد القتلى الحقيقيين على الإطلاق. يعني هناك أناس دفنوا في مرحلة معينة ولكن جثثهم غير موجودة حتى الآن أو بقايا جثث. هذه من المشاهدات التي تمت يعني خلال 24 ساعة الماضية في داخل المستشفى. ولكن هو كمستشفى كمباني كمؤسسات، وهو بالمناسبة يعني هو مشفى قديم، يعني هذا المشفى أنشئ في الثلاثينات وليس يعني فترة حديثة، وبعد ذلك بدأ يتطور إلى أن وصل إلى هذا المجمع الضخم. المشفى لا يصلح إطلاقا، ما تبقى من مباني يجب هدمها تماما، ويجب إذا فكر أحد في إعادة إنشاؤه يجب أن يعاد إنشاؤه من الصفر، لأنه لا شيء تبقى من هذا المشفى. لم تعد هناك في أي منشآت، كان هناك مركز شهير اسمه مركز الأمير سلطان، وهذا مركز المملكة العربية السعودية دفعت فيه عشرات ملايين الدولارات من أجل إنتاجه للأشعة، من أجل أن يتم إنشاؤه للأشعة وغيرها، غير موجود حتى الآن على الأرض، بالإضافة إلى أماكن كثيرة، أماكن للتخصصات الجراحية أيضا غير موجودة. هو عبارة عن كتلة خراب بصراحة، نعم. يجب إزالة ما تبقى تماما. من ناحية ثانية بالنسبة لعمل الأونروا الآن بعد كل ما حصل، هل أنتم قادرون على العمل على الأرض وأين فعليا؟ يعني الشمال الوسط ماذا يحصل فيه؟ بالنسبة للشمال إسرائيل تمنعنا من الدخول إلى الشمال، ولكن نحن لدينا عيادة مركزية رئيسية الناس تذهب إليها من أجل العلاج لأنه لا يوجد أماكن في الشمال. ولكن حتى المنظمات الأخرى التي يسمح لها بالدخول إلى الشمال تستعين بنا في عمليات نقل وتخزين المواد الغذائية، لأنه نحن الموجودون على الأرض، نحن من نملك القدرات اللوجستية وألاف الموظفين ومئات الشاحنات
والعربات. بالنسبة لجنوب قطاع غزة، نعم، نحن من نقود العمل الإغاثي نعم هناك. لدينا أكثر من مليون فلسطيني في مراكز الإيواء التابعة لنا أو حول مراكز الإيواء، نقدم مواد غذائية، علاج، مياه إلى آخره. العمليات مستمرة، ولكن وتيرة المساعدات هي نعم قليلة للغاية. سيد عدنان، نعم نحن نعم للأسف شديدتها وقت الساعة. أشكرك عدنان أبو حسن، مستشار إعلامي لوكالة الأونروا في غزة والمتحدث باسمها، ضيفنا من القاهرة.